بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الإخوة الحضور الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان موضوع الكلمة التالية هو شرح لبعض فقرات كتاب العظمة للشيخ محي الدين ابن العربي. في هذه المداخلة سنعطي لمحة عن نموذج للتفسير الإشاري للقرآن الكريم للشيخ محي الدين، وهو الذي له في هذا النمط من التفسير أساليب كثيرة في غاية التنوع والأصالة. فمن بين تأليف الشيخ التي ذكر عناوينها في الفهرس وفي الإجازة كتاب العظمة الذي كتبه سنة 602 هجري في قونية، وقد ذكر الأستاذ عثمان يحيى في كتابه حول تاريخ وترتيب تأليف الشيخ عنوانا آخر له هو منزل العظمة، وعدد مخطوطات كثيرة له أحدها بخط يد الشيخ نفسه، وقرئ بحضوره في حلب سنة 617 وفي دمشق سنة 627. وقال عثمان يحيى إن موضوعه في علم الحروف، وقوله هذا غير دقيق لأن التأمل فيه يكشف بكل بساطة ووضوح أنه يتعلق مباشرة بفاتحة الكتاب التي خصص الشيخ لها في الفتوحات الباب الخامس والباب 383 الذي هو آخر باب من أبواب الفصل الرابع الذي هو فصل المنازل، أي سور القرآن، بدءا من الباب 270 المتعلق بسورة الناس وصعودا حسب ترتيب المصحف لكل سورة باب. وعنوان هذا الباب 383 هو في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظمات، وهو من الحضرة المحمدية الاختصاصية. فهذا العنوان مطابق لعنوان كتاب منزل العظمة، وقوله الجامعة للعظمات يشير إلى جمعية أم الكتاب لكل صور، وكل صورة مجلى للعظمة الإلهية أو لعظمة معينة من العظمات الإلهية. قال تعالى في الآية 87 من سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفي الحديث النبوي: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولهذا جعل الشيخ لهذا الكتاب سبعة أبواب، وقراءتها والتأمل فيها وتفكيك إشاراتها يحتاج إلى ساعات كثيرة. وسأكتفي في الدقائق المعدودة لهذه المداخلة بشرح لمختصر فقرات قليلة قد تعطي فكرة عن الأسلوب الذي اتبعه الشيخ في هذا الكتاب، ويختلف تماما عن أساليب أخرى متنوعة في تفاسير له كثيرة لفاتحة الكتاب، منها 19 نصا له حول معانيها حاولت شرحها في كتاب عنوانه شروح على تفاسير الفاتحة والبسملة للشيخ ابن العربي، طبع في دار المكتبة الفلسفية الصوفية بالجزائر سنة 1435 هجري 2014 ميلادي، وفيه شرح تام لكتاب العظمة هذا. ولكي لا يختلط كلام الشيخ بالشرح الذي سنعرضه، سيقرأ المرافق لي في هذه المداخلة كلام الشيخ جملة جملة، وبعد كل جملة أعقب عليها بشرحها. افتتح الشيخ كتاب العظمة بقوله: الحمد لله مبدع الثاني في المثاني، ومودع المعاني في المعاني، مقيم السبعة أعلاما، ومنزل القرآن العظيم إماما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. قوله: الحمد لله مبدع الثاني في المثاني، يعني الشيخ أن الثاني عبارة عن الوجود الخلقي المقيد الذي أبدعه الله تعالى واجب الوجود الأول، ومبدع الخلق في المثاني
يعني أن الوجود مبني على الازدواجية، وجود قديم أزلي ووجود حادث، حق وخلق، إطلاق وتقييد، جلال وجمال، سعادة وشقاء، ضلال وهدى، أزل وأبد، فاعل ومنفعل، لطافة وكثافة، أنثى وذكر، سماء وأرض، تنزيه وتشبيه، غيب وشهادة، بطون وظهور، ليل ونهار، إلى غير ذلك من الثنائيات. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، الآية 49 من سورة الذاريات. وسيذكر الشيخ فيما يلي أن أول موجود مقيد يشار إليه بحرف الباء التي عددها 2، فلها المرتبة الثانية من الوجود بعد الألف، وهي أي الباء عبارة عن الحقيقة المحمدية التي من مظاهرها الأولى الروح الأعظم أو القلم الأعلى أو العقل الأول، المتوجه على إيجاده الاسم البديع كما ذكره الشيخ في الفصل 11 من باب 198 من الفتوحات. وفي هذا إشارة إلى باء بسملة الفاتحة السبع المثاني. ومن ارتباط الباء وعددها 2 بالحقيقة المحمدية اقترنت بدايات كبرى مراحل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم 2، فقد قيل إنه ولد يوم 2 وفيه استنبئ وفيه عرج به إلى السماء وفيه خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وفيه دخل المدينة أي قباء وكانت فيه وقعة بدر وفيه توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومودع المعاني في المعاني، يعني مودع الحقائق الوجودية في معاني القرآن، ومودع معاني القرآن في الفاتحة أم الكتاب. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الآية 38 من سورة الأنعام. مقيم السبعة أعلاما، يعني الآيات السبعة للفاتحة. ومنزل القرآن العظيم إماما، ورد في الحديث الشريف السابق ذكره أن من أسماء الفاتحة القرآن العظيم وأم القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. ثم شرع الشيخ في الباب الأول من الكتاب فقال: ما خلاصته؟ حضرة تعيين الأول، باب أوله باء وآخره ميم. يعني الشيخ الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كانت الباء أول موجود مقيد وكانت في المرتبة الثانية من الوجود، كان لها العمل في عالم التكوين السفلي، فأول معمول يليها هي الحاكمة عليه بالذات، ثم إذا كان معمولا ممن يطلب وجودا آخر يستند إليه عمل فيه ذلك الاستناد عمل الباء. الشيخ يعني أن باء البسملة كحرف جر ستخفض ما استند إليها من الأسماء الأربعة في البسملة. وفي هذا الباب 4 كلمات قدسية: اسم الاسم، وهو مكون الباء، يعني كلمة بسمي، ثم الاسم، وهو مكون اسم الاسم، يعني الاسم الله بعد بسمي، ثم كلمة العموم الإيجادي، يعني الاسم الرحمن. وبنفس الرحمن حصل إيجاد مراتب الوجود 28 كما فصلها الشيخ في الباب 198 من الفتوحات. ثم كلمة الاختصاص، يعني الاسم الرحيم، وهو الاسم المخصوص بأهل السعادة. وهذه الكلمات كلها صدرت على حكم الكون الأسفل من مع علوها ورفعتها، يعني أن لها حركة الخفض مع رفعتها لأنها من أسماء الله الحسنى. ولهذه الكلمات الوجودية 20 شخصا، يعني أن البسملة تتشكل من 20 حرفا باعتبار ألف المد في الاسم الله، منهم 8 أموات، يعني حروف البسملة التي لا حركة لها ولا سكون، وهي الألف واللام في الله الرحمن الرحيم، وألف المد من الرحمن، والياء من الرحيم، وإثنان نون، يعني حرفان ساكنان وهما السين من بسم والحاء من الرحمن. والأحياء 10، وهي باقي حروف البسملة
التي لها حركة نصب أو خفض. منهم ستة حياتهم سفلية يعني لها الخفض، وأربعة حياتهم برزخية يعني الحروف التي لها النصب، لأن النصب برزخ أوسط بين حركتي الخفض والرفع. وما فيهم من له حياة علوية يعني لا وجود في البسملة لحرف حركته الرفع. ولكل واحد من هؤلاء الأشخاص منازل يعرفون بها، يعني أن لكل حرف عدده المعروف في حساب الجمل، فللميم مثلا العدد 40، وللهاء 5، وللراء 200. ومن هذه المنازل يكون لهم الحكم في العالم. يشير الشيخ هنا إلى أهمية حساب الجمل من حيث التصرف في الكون بإذن الله تعالى بالحروف وبالكلمات وبالآيات وفق أعدادها في حساب الجمل الكبير والصغير. فسر كل حرف وكل كلمة في عددها. فإذا مر السالك على هؤلاء الأشخاص أفاده كل شخص من العلوم والأسرار على قدر منازله. يعني أن عدد علوم كل حرف من القرآن هو عدد ذلك الحرف في حساب الجمل. وقد أعطى مثالا مفصلا لهذا في الباب 273 من الفتوحات المتعلق بمنزل سورة المسد. فليلزم السالك مع هؤلاء الأشخاص الروحانيين إذا مر بهم في سفره الروحاني ما يستحقون من الآداب، ويتلقى منهم أسرارهم وما يهبونه من الحكم الإلهية بالقبول والتسليم، فإنها من العلوم الإلهية الرفيعة المنار المحرقات سبحاتها والظاهرة آياتها. وجماع أمره أن يلقي السمع وهو شهيد، فإذا تميز في هذه المشاهدة غاب ثمة المشهود في الشاهد، وعرف حينئذ بكشف الإيمان اختلاف علماء الرسوم في هذا الباب لماذا يرجع، فإن طائفة ألحقت هذا الباب بمقام العظمة. يعني شيخ أن من العلماء من اعتبر البسملة آية من الفاتحة، وطائفة قالت إنه ليس من مقام العظمة ولكنه مفتاح لكل مقام إلهي إلا لمقام القهر والغلبة، فإنه يناقض معناه، فلعدم المناسبة لم يصح أن يكون له مفتاحا أصلا. يعني الشيخ أن من العلماء من لم يعتبر البسملة آية من الفاتحة ولكنها مفتاح لكل سورة باستثناء سورة التوبة، لأن رحمات البسملة لا تناسب ما في هذه السورة من قهر بالكفار، لا سيما أن في فاتحتها براءة من المشركين. غير أن في هذا الباب ثلاثة أشخاص لم تدركهم المشاهدة لأنهم في حال فناء محقق. يشير الشيخ إلى الحروف الثلاثة غير المرقومة في البسملة، فهي لا تشهد، وهي الألف المحذوفة بين الباء والسين من بسمي، وألف المد في الله، والواو الخفي فيها اسم الله عند إشباعها بالرفع. فجماعهم 23 شخصا لا غير. فإذا أحكم الإنسان مسائل هذا الباب وتحققها وقبلها علما، أحاط علما بأمور تكاد لا تتناهى فأحرى بالموجودات. في هذا الكلام إشارات، منها العلاقة المتميزة بين البسملة وكلمة الإيجاد كن. والشيخ يقول في الباب 73 من الفتوحات أن البسملة التي تنفعل عنها الكائنات على الإطلاق هي بسملة الفاتحة لا بسملة سائر السور، فإن بسملة سائر السور بأمور خاصة. وإلى هذا المعنى يعود عند كلامه على بسم الله في الباب 198 من الفتوحات، فيقول البسملة قولك بسم الله، وهو للعبد بمنزلة كلمة الحضرة في قوله كن، فينفعل عن العبد بالبسملة إذا تحقق بها ما ينفعل عن كن، فكأنه يقول بسم الله يكون ظهور الكون، فهو إخبار عن حقيقة اقترن بها صدق محبوب كان الحق سمعه ولسانه، فيكون عنه ما يكون عنكم. واعلم
أن هؤلاء الأشخاص وإن كانوا 23 فليسوا من جنس واحد بل من 10 أجناس. يعني الشيخ أن البسملة تتشكل من 10 حروف عند حذف المكرر منها، وهي التي سيشير إليها فيما يلي. ومعنى أجناس حضرات إلهية، صدر كل جنس عن حضرة مخصوصة بإذن الله. فمنها حضرة البهاء، يعني الباء مفتاح البهاء، والرفعة يعني السين مفتاح السناء وهو الرفعة، والشرف يعني ميم المجد وهو الشرف، والإنية يعني الألف مفتاح أنا وهي ألف اسم الله والرحمن والرحيم، واللطف يعني لا من لطف في تلك الأسماء الثلاثة، والهوية يعني الهاء من اسم الله، والحياة يعني الحاء في الرحمن الرحيم، والنور يعني النون في الرحمن، والرحمة يعني الراء في الرحمن الرحيم، واليمن يعني الياء في الرحيم. فإذا أردت أن تعرف كم مسألة إلهية في هذا الباب فانظر ما يجتمع لك من المنازل التي فيها، فهي عيون المسائل مع أعداد الأشخاص ضعفين من أجل نعوتهم بالحياة والموت والنوم والفناء. يعني الشيخ أن عدد أمهات المسائل المندرجة في البسملة يساوي مجموع أعداد حروفها 23 بحساب الجمل كما سبق بيانه، مع أعداد الحروف ضعفين من أجل حركاتهم خفضا ونصبا وسكونا حيا. خلاصة الباب الثالث من كتاب العظمة، وهو باب أوله ألف وآخره ميم، وهو الباب الثالث من 7. يعني الشيخ الآية الثالثة من الفاتحة، أي آية الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين، باعتبار البسملة آيتها الأولى، وهو مذهب الشيخ. هذا ألف الثناء وميم الوصف، يعني الثناء بالاسم الإحاطي الرحمن، والوصف بالاسم الرحيم، وبينهما زواخر، وبينهما بحور زواخر موجها زعازع لا تبقي هذه الرياح على ظهر هذه فلكا يجري إلا تكسر، إلا تكسر ألواحه وتغرق أهله، ثم ترمي بالكل إلى السيف فينشؤون خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الشيخ الاسم الرحمن له وجه إلى صفة الرحمة، ووجه إلى الذات وإلى الإحاطة العرشية، ورياح الأنفاس الرحمانية إذا هبت من حضرة الذات تفني ما سواها، لكنها بصفة الرحمة ترمي بالكل إلى سيف حضرة الرحيم فينشؤون نشأة البقاء بعد الفناء. وأورد الشيخ آية فتبارك الله أحسن الخالقين لأنها وردت في سياق نشأة الجنين في رحم أمه، والرحم مناسبة لرحمة الرحمن الرحيم. لكن مدار هذا الباب وإن كان عسير المدرك سامي التجلي على 4 أقطاب. يعني الشيخ بالأقطاب الأربعة، الحروف الأربعة من كلمة رحمة. قطب يتضمن 200 ركن من أركان الرحمانية، أي حرف الراء وعدده 200. وقطب يتضمن 400 ركن متصلة من أركان التوبة، و5 من أركان الهوية. يعني حرف التاء من كلمة رحمة، وهو مفتاح كلمة توبة، وعدده 400 عند اعتبار كلمة رحمة متصلة بما بعدها. أما باعتبارها منفصلة تبدل التاء الأخيرة بالهاء التي لها العدد 5، وهي مفتاح كلمة هو دالة على الهوية. وقطب يتضمن 8 أركان من أركان الجناب الرحموتي، يعني الحاء الحرف الثاني من كلمة رحمة وعددها 8. وقطب يتضمن 40 ركنا من أركان الملك والشرف، يعني الميم من رحمة وعددها 40، وهي مفتاح كلمة ملك وكلمة مجد الدالة على الشرف. فتفيض أركان الجناب الرحموتي، يعني حاء الرحمة، من سبحاتها على صفاء نهر الرحمانية، أي راء الرحمة، فيضرب له شعاع في زوايا الكون،
أي في كلمة العالمين من الآية الثانية، الحمد لله رب العالمين المذكورين قبل راء الرحمن. فبذلك النور يعرف العارفون المفتوحة أبصارهم بنور الكشف مآل الكون وعاقبته وإلى أين يرجع بعد انقضاء مدته. يشير الشيخ هنا إلى أن مآل كل العالمين في نهاية الأحقاب الأخروية إلى عموم الرحمة، لأن كلمة العالمين في الفاتحة جاءت مكتنفة بين رحمات البسملة الأولى السابقة ورحمات الرحمن الرحيم اللاحقة في هذه الآية الثالثة. وقد ورد في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي، فإلى رحمته تعالى منتهى الجميع. وفي الباب الذي قبله يعرف من أين صدر، يعني من الآية الحمد لله رب العالمين يعرف من أين صدر العالم، وهو طلب حقائق الألوهية والربوبية التي هي الأسماء الحسنى ظهور آثارها في المألوهين والمربوبين أي العالمين، بحكم التضايف بين الرب والمربوب والاسم الرب قبل العالمين، يشير إلى حضرة العناء التي برز منها نفس الرحمن لإظهار مراتب الوجود كما فصلها الشيخ في الباب 198 من الفتوحات المكية كما سبق ذكره. وذلك للحديث الواردي: أين كان ربنا، أي الاسم الرب، أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. فبالاسم الرب كان الاستواء على العماء، وبالاسم الرحمن كان الاستواء على العرش الذي هو الملك. وتفيض أركان الملك والشرف، يعني حرف الميم من كلمة رحمة، بسبحاتها على أركان صفاء نهر الهوية، يعني الهاء من رحمة، فيضرب لها شعاع في زوايا البرزخ فيضيء على أهله ويشرق، فمن كشف غطاؤه يعرف بذلك النور مراتب الخلق ونتائج أعمالهم وكشوفات أبصارهم ومطالعات أسرارهم. يعني أن بعد الهاء من رحمة متعلقة بالآية الرحمن الرحيم تأتي آية ملك يوم الدين، أي ملك يوم الجزاء، أي الجزاء في البرزخ بعد الموت وفي الآخرة حيث تظهر نتائج الأعمال. فطوبى لمن أشرقت أرضه بهذه الأنوار وجمع بين الدارين في هذه الدار، يعني هنيئا لمن حاسب نفسه قبل يوم الدين حيث المحاسبة والجزاء. فاستراح من دلة الوقفة ولحق بأهل الاستثناء عند نفخة الصعقة، ثم طوبى له وحسن مآب. الباب الرابع من هذه الحضرة نفسها، وهو باب أوله ميم وآخره نون، يعني الآية الرابعة من الفاتحة: ملك يوم الدين. ميم الثناء، يعني ثناء أو الثناء بملك يوم الدين. ونون نتائج الأعمال، يعني نون كلمة الدين وهو الجزاء على الأعمال. وبينهما أفلاك تدور. يشير الشيخ هنا إلى أيام الأدوار الفلكية من كلمة يوم الدين. ومياه تغور، إشارة إلى قيام الساعة الفاتحة ليوم القيامة، وإشارة لطيفة إلى كلمة ملك، لأن غور المياه مذكور في آخر سورة الملك المفتتحة بالآية: تبارك الذي بيده الملك، والمختتمة بالآية: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وتدور على العالم بأسره هذه الأفلاك 18,000 دورة، يعني الشيخ أن يوم الدين هو يوم ذي المعارج، ومقداره كما في الآية الرابعة من سورة المعارج 50,000 سنة، في كل سنة 360 دورة بعدد درجاتها، فالحاصل 18,000 دورة. تعطي للسعداء في هذه الدورات نورا شعشعانيا لا ظلمة بعده، وتعطي للأشقياء ظلمة ظلمانية لا نور بعدها، وتعطي للعصاة من أهل التوحيد سدفة بعد انقضائها. أعني الدورات يعقبها نور لا ظلمة بعده، وتعطي المنافقين متظاهرين بأكمل الطاعات سدفة يعقبها ظلمة مركزية سفلية لا نور بعدها ولا علو.
كلام الشيخ هذا واضح في خلود السعداء في نور الجنة، وخلود الأشقياء في ظلمة جهنم، وخروج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، وخلود المنافقين في الدرك الأسفل من جهنم، كل ذلك في يوم الدين أي يوم الجزاء يوم القيامة. وفي هذا الباب وعند وجود هذه الحركات تتمايل أغصان سدرة المنتهى تحمل خزائن الأعمال مملوءة نورا، وترتفع أغصان شجرة الزقوم تحمل خزائن الأعمال مملوءة ظلمة. يعني أن فروع سدرة المنتهى عند جنة المأوى توجد خزائن أعمال السعداء، وفي أصولها السفلية شجرة الزقوم الجهنمية حيث خزائن أعمال الأشقياء. فتفتتح خزائن السدرة فتنتشر الأنوار بين يدي عمالها، فترى نورهم يسعى بين أيديهم. يعني الشيخ بهذه الأنوار أنوار الأعمال المفروضة الواجبة. وتفتتح خزائن الشجرة الملعونة فتنتشر ظلماتها بين يدي عمالها، أي هي ظلمات الأعمال المحرمة الممنوعة. حتى إن أحدهم إذا أخرج يده لم يكد يراها، ويضرب بالخزائن بعضها في بعض فترمي بخزائن أخر ليس فيها شيء، أي هي خزائن الأعمال المباحة فلا أجر فيها ولا وزر، وترمي بخزائن أخر فيها نور وظلمة على السواء، أي خزائن الأعمال المكروهة كراهة تنزيه، نورها من تركها وظلمتها من إتيانها، وترمي بخزائن أخر نورها يغلب على ظلمتها، أي خزائن الأعمال المندوبة والمستحبة شرعا، وترمي بخزائن أخرى ظلمتها تغلب على نورها، أي خزائن الأعمال المكروهة كراهة مغلظة. فتبدو المراتب على حسب ما ذكرناه، أي المراتب حسب الأحكام الشرعية الخمسة المستغرقة لكل الأعمال، وهي الواجب والحرام والمباح والمندوب والمكروه بقسميه الغليظ والمخفف. فإذا انقضى الأمر بعد هذه الأدوار وتكرير النهار على النهار، أي بعد انقضاء يوم القيامة، يتعلق العالم بأغصان الشجرتين، فترتفع هذه بأصحابها إلى الجوار، وتنزل هذه بأصحابها إلى الدرك الأسفل من النار. يعني أن أعمال الأبرار ترفعهم إلى عليين بجوار مقعد الصدق عند ملك مقتدر، وأعمال الفجار تهوي بهم إلى سجين دار البوار. ومدار هذا الباب وإن عظمت خطوبه وكثرت أسراره وفاتت الإحصاء على ثلاثة أقطاب. على ثلاثة أقطاب، يعني الشيخ حروف كلمة جزاء بمعنى الدين، حيث الألف والهمزة يعتبران حرفا واحدا. قطب يتضمن سبعة أركان من أركان العزة، يعني عدد حرف الزاي الحرف الأوسط من كلمتي جزاء وكلمة عزة. قطب يتضمن ثلاثة أركان من أركان الجمال المطلق، يعني عدد الجيم مفتاح كلمتي جمال وجزاء. وقطب يتضمن ركنا واحدا من أركان الحقيقة، يعني عدد الألف واحد من كلمة جزاء، والألف يشير إلى الحقيقة التي هي حضرة الله الحق الأول الواحد الأحد الحي القيوم. ينقسم هذا الركن إلى قسمين، يعني شيخ قسم الألف وقسم الهمزة من كلمة جزاء. شعبة تعم جميع أركان المقامات كلها، يعني شعبة ألف المد من كلمة جزاء التي بسريان نفسها عبر مخارج الحروف تظهر الحروف كلها. وشعبة تخص مقام الإنية من حيث التحقق بها لا من حيث السريان، يعني شعبة الهمزة مفتاح الضمير أنا، من سبحاتها على صفاء مرآة ذلك الجمال المطلق، فيضرب لها شعاع على عالم الرحمة الاختصاصية. بدأ الشيخ في هذه الفروض من الحرف المركزي القطبي ليعود إلى ما قبله، ففرض زاي الجزاء على الجيم جيم الجزايا، فضرب شعاعها في كلمة الرحيم الدالة على الرحمة المختصة بالسعداء للجمال من الآية السابقة. فيتزاورون بها في جنات المعارف والأسرار ويتسامرون لها، وبهذا النور
تقع المشاهدة هنا لأصحابها والرؤية هناك لأهلها. كما تفيض أيضا أركان العزة من سبحاتها على صفاء نهر الحقيقة. يعني فيضان زاي كلمة جزاء على ألف المد التي بعدها، ولمددها الساري نسب إليها النهر. فيضرب لها شعاع في زوايا مقامات العبودية، فيرون بها من يلتجئون إليه فيخاطبونه تأنيسا لتوقع الحاجة. يمهد الشيخ هنا إلى الدخول في نهر الألف إلى الآية التالية: إياك نعبد، كما ورد في الخبر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس. غير أن هذه الأنوار إذا انتشرت على صفاء نهر الحقيقة اكتسبت من ذلك النهر صفاء يندرج صفاء سبحاتها فيه اندراج نور الكواكب في نور الشمس. يعني أن أنوار العزة والأسماء الحسنى كلها مندرجة في نور الأنوار، وهو نور الأحدية والتوحيد المشار إليه بالألف. فتسري الأنوار المتولدة منهما من حيث الشعبة العامة، يعني ألف المد من كلمة جزاء، في جميع المعلومات على ضروبها من النفي والإثبات. يعني أن كل المعلومات مندرجة ومتفرعة من نفي وإثبات كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وبذلك النور يدرك العلماء معلوماتهم على مراتبها. مصداق هذا أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الآية 114 من سورة طه بقوله: وقل ربي زدني علما. ثم بين في الآية 19 من سورة محمد منبع هذا العلم اللامتناهي فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن حيث الشعبة الخاصة لمقام الإنية، أي شعبة الهمزة من كلمة جزاء، تسري في الصدور خاصة، أي لأن مخرج الهمزة من الصدر، تنشرح بها، وذلك هو النور الإسلامي المعول عليه. فهذا نور الشرح والفتح لتحصيل المعارف والعلوم لذلك النور الآخر المتقدم ذكره. فافهم وبالله التوفيق، أي لقوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه، الآية 22 من الزمر، وقوله: نور على نور، الآية 35 من سورة النور. الباب الخامس من هذا المنزل هو حضرة الاشتراك. يعني الشيخ الاشتراك بين الرب وعبده، حيث يفرد العبد ربه بالعبادة وطلب العون. فالقسم الأول في الفاتحة من البسملة إلى يوم الدين خالص لله تعالى، وقسمها الأخير متعلق بأصناف الخلق من اهدنا إلى الضالين، وبين القسمين القسم الأوسط المشترك. الجزء الأول منه أوله ألف وآخره دال، أي إياك نعبد. هذه ألف الالتجاء لحضرة مشاهدة الخطاب، يعني ألف إياك، والكاف يدل على مشاهدة الخطاب، والدال دال العلة التي لها خلق البارئ الكون، أي العبادة من فعل نعبد، إياك نعبد، بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية 56 من سورة الذاريات. في مقام جمعية العبد، يشير الشيخ إلى نون الجمع والتعظيم من نعبد، أي يعبد العبد ربه بجميع جوارحه وقواه الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة. ومقام وحدانية الحق تعالى وعظمته، يشير الشيخ إلى كيف الخطاب الدال على إفراد الحق تعالى بالعبادة، ولا يتحقق العبد بالعبودية التي هي الذلة إلا بعد معرفته بنفسه أنه مربوب ومقهور لسيد فاعل ما يشاء، فيعرف ما ينبغي له من أوصاف العبودية، ولسيده من أوصاف السيادة والملك. وهذا الباب على ثلاثة أقطاب، يعني الشيخ الحروف الثلاثة من كلمة عبادة. قطب يتضمن 70 ركنا من أركان رفيع الدرجات، يعني بهذا الركن حرف العين من عبدة، وهي مفتاح الاسم علي ومغلاق الاسم رفيع، وعددها 70. وقطب يتضمن ركنين من البهاء، يعني الباء من عبدة وعدده 2، وهي باء البهاء. وقطب
يتضمن أربعة أركان من أركان الديمومة. يعني الدال من عبد الذي عدده أربعة وهو مفتاح اسمه تعالى دائم. وتفيض أركان الرفعة من سبحاتها على صفاء نهر المكالمة الإلهية الجاري من عين التوحيد. يعني أن عين كلمة عبد من إياك نعبد تفيض على الكلمة التي قبلها أي إياك التي فيها مكالمة العبد لربه، وفي كاف إفراد الخطاب توحيده. فيضرب لها شعاع في زوايا عالم الأمر فيشرق. يعني أن في كلمة إياك يوجد حرف النداء يا، وهو هنا نداء الأمر الإلهي عباده لعبادته. ولأجل هذا النور لا يمسهم نصب في عبادتهم، لأن هذا النور يحملهم فيها، فهم المحمولون ألحقنا الله بهم. ويفيض ركن البهاء من سبحاته على صفاء نهر العزة فينعكس الشعاع عليه. يعني أن الباء في قلب كلمة عبد تفيض على العين التي قبلها وهي عين العزة، فينعكس الشعاع عليها، لأنه لا عزة للعبد أمام مولاه ولا عزة له إلا بمولاه. فيكون انعكاسه سببا لتحقق الأولياء بمقام العبودية والحرية بخروجهم بهذا النور عن رق الأكوان، فهم العبيد الأحرار الذين ليس لأحد عليهم سلطان. حول مقام العبودة وتركها ومقام الحرية وتركها ينظر في الفتوحات الأبواب 131 132 141 141. وتفيض أركان الديمومة من سبحاتها على صفاء نهر الكمال. يعني أن حرف دال من كلمة عبد من إياك نعبد تفيض على كاف الكمال من الآية التالية إياك نستعين. فيضرب له شعاع في زوايا الكون المنفصل، يعني به الطالب العون من ربه. تظهر له بذلك النور عين الجمع والوجود، فينغمس فيها فيلحق بالكون المتصل ويزول الشرك. يعني يتحقق ذلك الطالب طالب العون من الله بقيوميته الدائمة بربه وفي عبادته وفي طلبه العون منه، فكله على الدوام بالله لله، وهذا هو الكون المتصل. فإن الكون المنفصل عبارة عن وصف النفس بما ليست عليه، أي بما ليست عليه من أي حول وقوة. والكون المتصل ما له دعوى البتة، لا حراك له ولا سكون من نفسه، أي ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله، فله الخلق والأمر وحده. الجزء الثاني من حضرة الاشتراك أوله ألف وآخره نون. يعني الآية إياك نستعين. اعلم أن الله تعالى لما أوجد عالم الهياكل الظلمانية والقوالب الجسمانية أوجدهم في الكون المنفصل، فظهرت عنهم الدعاوى المهلكة والدعاوى السابقة من غير الحقيقة التي طولبوا بها. فأما أصحاب الدعاوى المهلكة فادعوا الربوبية مطلقا فهلكوا وكانوا من الخاسرين، وهم طائفتان، طائفة ادعت القوة لها كفرعون وغيره، وطائفة ادعت أن القوة لله والفعل لها وهم المعتزلة ومن تابعهم، فهؤلاء أصحاب الدعاوى المهلكة. وأما أصحاب الدعاوى السابقة فهم أصحاب وفلات مع العقد السليم، فلله معهم أخذان، إن أخذهم بعقدهم ابتداء سلموا من غير مشقة، وإن أخذهم بغفلتهم شقوا ثم شفع فيهم عقدهم فانتقلوا إلى دار السعادة، ولكن لم يشموا رائحة من الكون المتصل الذي هو عين الجمع والوجود. يعني الشيخ أنهم لم يتحققوا بقيومية الحق تعالى التي بها وجود وقيام كل شيء في كل آن، وأنه تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وثم طائفة من أصحاب الدعاوى الصادقة نظر الحق إليهم بعين العناية فهداهم ليستخلصهم لنفسه واصطنعهم في دار الامتزاج، يعني دار الدنيا، قبل الرحلة إلى دار التخليص، يعني دار الآخرة. فحصل لهم التخليص هنا، فلما ألحقهم بالكون المتصل ناداهم فلم يجيبوا،
فتعطلت الأسماء في حقهم وما ظهر لها أثر في لطائفهم. يعني أنه من أهل القربة في التجلي الذاتي. فبعد هذا المشهد العلي والحال السني ردهم إلى الكون المنفصل، نطقوا بلسان التقوى فيه، فكانوا حاكين ما نص لهم، تالين ما أمروا بتلاوته، فهم الشهود الأمناء، وهم الأبرياء الأخفياء، لا يعرفهم سواه، مجهولة أحوالهم من حيث الشبه بالصورة، واختلاف البواعث والمعاني، ومدار هذا الباب على ثلاثة أقطاب. يعني الشيخ حروف كلمة عون من الآية إياك نستعين. قطب يتضمن 70 ركنا من أركان العلم. يعني حرف العين مفتاح كلمتي العلم والعون وعددها 70. وقطب يتضمن 6 أركان من أركان الوراثة. يعني الواو مفتاح الوراثة وقلب العون وعدده 6. وقطب يتضمن 50 ركنا من أركان النور. يعني النون مفتاح النور ونهاية العون وعددها 50. فتفيض أركان العلم من سبحاتها على صفاء نهر العبودية. يعني عين العون تفيض على الكلمة الأخيرة من الآية السابقة وهي نعبد. ويضرب لها شعاع في أركان الولاية، فذلك نور الأولياء. يعني تنعكس أنوار العون على العبادة على الواو في قلب العون، فيكون الواو واو الولاية. وتفيض أركان النور من سبحاتها على صفاء نهر الهداية. يعني يفيض نون كلمة العون على الكلمة الأولى من الآية التالية وهي اهدنا. فيضرب لها شعاع في محجة السالكين إلى الله، أي المهتدون إلى الصراط المستقيم في الآية التالية. فحيثما وقع ذلك النور فالطريق الظاهر به طريق السعادة، فمن كوشف بهذا النور فإنه معصوم إن كان نبيا، ومحفوظ إن كان وليا. فاعلم والله الموفق، والحمد لله رب العالمين.